وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال. اتفضلي. المفروض إن أنا متزوجة من 8 سنين. اللهم بارك. الحمد لله ربنا رزقني بأولاد وبنات، الحمد لله. اللهم لك الحمد. ومفروض إن أنا والدي كان بقاله حوالي 20 سنة سايب البيت عند اللي إحنا كنا قاعدين فيه يعني، وتزوج وعاش حياته، ما كانش بيقدر يصرف علينا. وما رفعنا قضية نفقة، خدنا أنا وأمي واثنين كمان إخوات 300 جنيه يعني وقتها. المهم أبوك لم يكن ينفق عليك، وخالي كان هو المتكفل بينا وبرعايتنا. وبعد ذلك يعني أبوك لم يكن ينفق عليك، طلق أمك ولا لم يطلقها؟ والله سابها معلقة حوالي 15 سنة، وفي الآخر لما ربنا رزقني أنا بزوجي دلوقتي، زوجي هو اللي دفع الفلوس المحامي وخلاها تتطلق عشان تعرف تاخد معاش أبوها وأمها. طيب والسؤال، ما السؤال الآن؟ أنا دلوقتي أنا كنت بروح لوالدي كل فترة، كان بيكرشنا من هناك، ما كانش بيحب إن إحنا نروح له هناك يعني. وبعد تزوج بأخرى؟ وكان عايش ومع أولاده الحمد. وبعد عشان الحدوتة الطويلة مش هتنفع معنا، بس باختصري الله يكرمك. أنا دلوقتي ما رحت له آخر مرة، ما عرفت إن هو كان مريض، ورحت حاولت إن أنا أزوره وأكلمه كده، قال لي على فكرة أنت زواجك باطل عشان أنا ما كنتش موجود في الزواج. لا، زواجك مش باطل. لا زواجك ليس بباطل، هو متغيب عن الإنفاق كأنه غير موجود، والسلطان ولي من لا ولي له. ما هو دليله يعني، هو كل ما اجي اصلا خلاص أكثر. الزواج صحيح بالتوصيف الذي ذكرتيه، هو نزعت منه الولاية لانه لم ينفق. الله يبارك فيه، دقيقة واحدة. هو دلوقتي بيقول لي انت ما جيتي لي علشان نزعت منه الولاية لانه لا ينفق خمس زمنا طويلا. ما هو لما جينا اتكلمنا في موضوع الانفاق قال لي انا الزواج صحيح، انا حكمت المحكمة. يا اخت اسمع كلام، الزواج صحيح، لا داعي للكلام الكثير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. فيك تفضل. انا يعني في مشكلة، انا والله اعلم انا شايفها كبيرة، تمام، انا شايفها كبيرة وعظيمة كمان. مش عايز اطول على حضرتك، باختصار انا سوري، تمام، وبالمناسبة عايش في مصر من 10 سنين. المهم فحضرتك تعرف ان يعني مش عارف عندك المعلومة او لا، بس سوريا فيها متصوفة كتير، تمام، فيها صوفيين كتير جدا. وانا للأسف عيلتي، اسرتي وعيلتي من طرف ابي ومن طرف امي كلها يعني، مثلا الاصهرة في اصهرة صوفيين، جوز خالتي مثلا او كده، والعلماء اللي علماء مساجد الشام يعني، تمام. اعرف ما السؤال اختصارا بس. للاسف الفكر الصوفي واكلنا اكل حرفيا. والسؤال حاسس بالغربه. والسؤال تفضل. ما السؤال الذي تريد ان تسال عنه؟ السؤال بس ان اجد صعوبه شديده في اقناعهم، او ان انا يعني
اقول لهم ان هم مش على صواب مثلا موضوع المولد. ما زال السؤال قائما، ما سؤالك؟ سؤالي، طيب سؤالي كيف اقنعهم وكيف يعني تعلم دينك اولا، تعلم دينك اولا. تمام، تعلم دينك. بالمناسبه ادرس في الازهر الحمد لله. واذا ينظر، اصبر علي بس، تفضل. الى اي مدى وصل تصوفهم؟ هل يدعون غير الله؟ لا لا الحمد لله لا. طيب خلاص، تعلم السنة وألزمهم بكلام رسول الله. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا أحمد، وأهلا وسهلا، وفقك الله، بارك الله فيك يا أم فهمي، جزاك الله خير يا أخي رحاب المصري. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عاوز أسأل حضرتك أسئلة كده في الاستخارة. تفضل. الاستخارة الأول ولا الاستشارة؟ كلاهما معا، ما في أي مشكلة، هذه قبل تلك، هذه قبل تلك، كل جائز. طيب يا شيخ، لو واحد مثلا استقر في أمر، في أمرين شغلانتين يعني، ولسه في مش عارف أقعد أستخير تاني أكتر من مرة ولا ما أعمل؟ في أي مشكلة في تكرير الاستخارة، لأن الاستخارة دعاء، والدعاء يستحب الإلحاح فيه ويستحب الإكثار منه. يعني استخير كذا مرة، أصلي كذا مرة. مانع. السلام عليكم، بارك الله فيك يا رمضان، وأنت يا أخي المستشار، الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في عمرك. في عمرك، بارك الله، تفضل. أنا كان لي طلب عند حضرتك من ابني يعني. تفضل. أنا متزوج زوجة وإن شاء الله زوجة صالحة، وهي الصراحة مش مرقبة. طيب. وانا نفسي تبقى منتقبه، وهي تسمع كلامك يعني، الحمد لله تحب كلام حضرتك، فنفسي نفسي تدعي لها ونفسي تقول لها كلمه يعني. وجهي الله يثبتنا وياك وياها، ولزمنا وياك افضل الهدي واكمل الهدي. ابلغها السلام وقولي وقل لها اسوتك امهات المؤمنين، اسوتك امهات المؤمنين، وقد قال الله سبحانه ولهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يخفى عليك أن الله قال في شأن أهل الإيمان الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإن سلم وقيل أن تغطية الوجه مستحبة فأنصحك أن تكوني حتى مع فعل هذا المستحب. عائشة تقول لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وأسماء تقول كنا إذا حازينا الركبان أستلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. والحياء مطلب، بارك الله فيك، فلا تجعلي وجهك كلأ مباحا ينظر إليه جميع الرجال فساقهم وصالحوهم. فحافظي على نفسك وعلى إيمانك وعلى دينك، احفظي على زوجك غيرته، زوجك غيور جزاه الله خيرا، فلا تجعليه هان في الناس، والكل ينظر إلى وجهك ويعرفونك. أنصحك بأن تسلكي سبيل الصالحات، سبيل أمهات المؤمنين، بارك الله فيك. آمين يا رب، ولك بمثل الشيخ مصطفى الجهدي إبراهيم عياز، بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سوري. نعم. ماذا تفعل؟ ها؟ الحاجة تفعل من استكفت أرجى وجاء فاسر فالجمع جابت للوالد يجدد لها. نعم عفوا، ماذا تقولين؟ أقول يا شيخ، ماذا تفعل من اكتشفت أن زواجها فاسد وعندما ذهبت للوالي ليجدد لها عقد الزواج رفض لأنه غير مقتنع؟ ولما قالت أن زواجها فاسد؟ لأن الوالي في وقت العقد كان سبابا للدين ولا يصلي، كان جاحدا للصلاة، ما يصلي أبدا، ما يصلي أبدا حتى الجمعة ما يصليها، وكان سبب للدين. طيب، ورافض الآن؟ والآن هو تائب يعني، الآن بطل في الدين بس رافض إنه يجدد عقد الزواج عشان هو مش مقتنع إنه ده غلط. خلاص، ليك أخ؟
لي اخ، رحت لاخويا يعني قلت ما دام رافض اخويا خايف، خايف منك عشان انت رافض برضه انه يجدد لي. لا مش لازم اجدد لك علنا، يجدد لك سرا. ماشي. ما هو خايف منه يسمع الكلام فعشان كده قال لي لا انا ماليش دعوه بيك، قال لي كده انا ما حاولت نقنعه وما رضيش. رحت لعمي، عمي نفس الموضوع قال لي انا مش مقتنع بالكلام ديتي. هم منازعينك انت تحكمين عليه بالكفر وهم يقولون هو ليس بكافر. هم شايفين ان لا هو سب الدين ومش قصده اكيد انه يسب الدين ده هو. لا يعني هل انت بس صبرا يا بنتي، هل انت حكمت عليه يقينا انه كان كافرا ساعتها؟ ايوه في الوقت ده ابويا كان على طول يسب الدين على طول على طول. يعني عن يا اختي صبرا علي، انت مقره او تعتقدين تمام الاعتقاد انه كان كافرا؟ نعم يا شيخ. ايوه طيب ما كان يقول لا اله الا الله ابدا ولا اي شيء من هذا؟ الحقيقه مش عارف يا شيخ، بس اللي انا كنت نشوفي ان هو كان بأبسط حاجه يسب على الدين، أبسط حاجه وما يسبش مره على الحاجه البسيطه كتير قوي. الله واتوب اليه. انت معقده لي المساله، انت معقده المساله. مش المأذون زوجك خلاص؟ ما هو انا قصدي في الوقت ده كان كده هو، لكن دلوقتي هو تعب ولما رحت له راح قال لي قال ما اقتنعت بالكلام ديتي وما رضيش. كرر علي الكلام وكرر على اخوانك الكلام اذا كنت تعتقدين كفرا. السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كنت بسال عايز بس عن حاله الصلاه. نعم. في الصلاه. اسال. اتفضل. في حالة السجود أنا مثلا كنت بدعو وأنا بصلي، فهو أي من السجود للتحيات أو للتشهد الأوسط ممكن أكون بكمل الدعاء لحد ما أقعد مثلا بتاع، جائزة من الفعل. لا عفوا، أنت تدعو في السجود. نعم. وبعدين تقوم من السجود تكمل الدعاء وأنت قائم. وأنا قائم بالسجود مثلا للتشهد الأوسط أو التحيات. يعني تكمل الدعاء أثناء قيامك؟ لا ما يعني ممكن مثلا عشان الإمام خلص لما كمل الدعاء، أو أنا ممكن أقولها كده عادي وأنا بكمل الدعاء وأنا مثلا. مش فاهم والله. يعني أنت تدعو في السجود وبعدها الإمام يقوم وأنت تكمل الدعاء وأنت ساجد أو تكمل وأنت واقف؟ لا وأنا قايم من السجود مثلا حتى أجرب الدعاء أقولها وأنا قايم. وأنت قايم من السجود خلاص تنهي الدعاء وتكبر للصعود. نعم. شكرا. بارك الله فيك يا أم مريم. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك؟ اتفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون ثلاثة. صح. فهل كل حد يغلق في 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 دينه متنطع؟ لا لا لا، كل واحد إيه؟ يعني مثلا اللي بيغالي في الدين أو المغالون، المغالون في الدين. طبعا المغالون في الدين يدخلون في المتنطعين. المتنطع مثلا يا أخي إن الله أمركم أن تذبحوا بقر، أي بقر، أدعو لنا ربك وبين لنا ما هي. يعني مش مطالبين يا شيخ إن إحنا لا تغالي في الدين. لا نغالي. هلك المتنطعون. ممكن سؤال حضرتك تاني؟ اتفضل يا حبيبي. ابن تيمية هل انحرف؟ والله أنا ما أعرف إنه انحرف. انحرف في ماذا؟ بنسمع إن بيقول لك إن هو كفر أهل مصر. كفر أهل مصر؟ قريت كده. لا والله ما أعرف كده. أبداً ما أعرف كده إنه كفر أهل مصر. ليه كفر أهل مصر؟ عملوا إيه أهل مصر؟ أهل مصر كأهل الشام منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. طب كل الآراء تؤخذ بها يا شيخ مصر؟ لا مش كل الآراء تؤخذ، ما فيش واحد كل الآراء تؤخذ بها. ابن تيمية عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم كأي عالم من علماء المسلمين. تمام ربنا ينفعنا بعلمك. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا كابتن. نعم. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. كان عندي سؤال لحضرتك خاص بمعاملات تجارية. اسأل. كنت معايا مبلغ من المال اديته لاحد اصدقائي بيمارس التجاره. نعم. مبلغ من المال معك وبعد؟ اه
حطيت الواحد صديق بيشغله معايا يعني على اساس يعني يديني من يعني من ارباحه كده. وبعد اثناء يعني اكتشفت الاخر ان بيقول لي ان مش يعني ما كسبش وعايزك تقعد معايا تشوف ازاي انا حسبتها يعني. فلما جلست معاه وشفته ازاي شغال وكده اكتشفت ان هو شغله كده ممل اهمل في الشغل وكده ونطلع مصاريف كتير. و النهاية ففي النهاية قال لي انا بطلع هعطي للناس اللي هي مدياني فلوس على شكل تمويل بديهم فلوس مرضية بس هو اللي اكتشفت ان طلعها من خسارة. فهل هي قضية تسمع عن قرب وتدرس عن قرب لكن ان كان مهم يتحمل نتيجة اهماله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ليه سؤالين عند حضرتك. لا اسأل الله يحفظك. بالنسبة هل يجوز صلاة الغائب منفردا يعني يكون الميت في بلد تانية مثلا زي الحادثة اللي حصلت لشباب سانت ماي ديت. اي حادثة عفان الله اياك يعني اي المراد يعني اي شباب بس ما الحادثة لعلنا ندعو لهم دعوة او نعرف ما مصير المسلمين بس. انما ما فيش صلاة غائب يعني في منفرد. لا ما قلت ذلك دي مسألة خلافية. جوز بعض أهل العلم الصلاة على الغائب مطلقا كالشافعية. منفردا ممكن على العموم قولهم عام. طيب ماشي. طب بالنسبة للأحاديث الصحيحة في فضل عيادة المريض وصيام التطوع أو النافلة. لا ما هو في أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة فأنت تسألني عن حاجة معينة يعني من عاد مريضا فخرفة الجنة أي ثمرها وجناها. طب اللي هو حديث من عاد مريضا بات يستغفر له 70,000. لا كل 70,000 ملك دي أغلبها ضعيف. كل أكثر الأحاديث اللي فيها 70,000 ملك ضعيف. طب وفي الصيام التطوع مولانا يعني أشهر الأحاديث الصحيحة في إيه؟ يعني مثلا بعد الله وجاء النار 70 خريفا برضو. لا ده ثابت. حتى يعني يقصد الصيام العام ولا في الصيام في الجهاد مثلا؟ من صام يوما في سبيل الله هل الصوم نفسه في سبيل الله أو يصومه مجاهد؟ يصومه مجاهد لكن لهذا فقه أيضا. إذا لم يكن الصوم يعوقه عن ملاحقة الأعداء أما إذا كان الصوم سيعوقه عن ملاحقة الأعداء يعني إذا كان الصوم لن يعوقه عن مكابدة الأعداء يصوم لكن لو كان الصوم الاثنين والخميس العادي يعني اصبر علي يا أخي كمل المسألة. ماشي. إذا كان الصوم سيعوقه عن ملاحقة الأعداء والضرب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ذات مرة إنكم مصبحوا العدو وغدا والفطر أقوى لكم فأمرهم بالفطر على حسب حال الشخص. تفضل سؤالك. طب الصيام اللي هو الاثنين والخميس اللي هو النافلة هل دي يدخل في الحديث اللي هو في سبيل الله ولا؟ ما على حسب الكلام إذا كنت فهمته قلت تمام. لك أن كلمة في سبيل الله من العلماء من يحملها على أنه صام أثناء الجهاد ومنهم من يقول في سبيل الله الصوم نفسه يكون في سبيل الله والأول أقوى لكن له فقه. تمام يا شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا حمود ابن يحيى. ماشي حمود. السلام عليكم. السلام عليكم. ما مدى صحة هذا الدعاء؟ اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. هل هذا التفرق المعصوم هل يدعى بأن يكون التفرق معصوم أو أن بني آدم كلهم خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العين تزني وزنها النظر
فهل يكون التفرق معصوما؟ فإذا حملنا العصمة على العصمة من الشرك من الكبائر ترد لما عصمة من الكبائر والصغائر، فكما سمعتم الحديث والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد اذنك كنت عاوز اسال على حاجة يا شيخ. تفضل. دلوقتي طبعا الدولة المصرية عاملة ايه؟ عماير سكنية يعني وحدات سكنية. ايوه معروفة، معروفة القصة. ان استطعت ان تبتعد ابتعد. السلام عليكم. وسدد الله خطاك يا دكتورة ليلى. عليكم السلام احمد عصفور ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. دلوقتي عندنا في الشغل في نظام زي نعم ابن كده. نعم عندنا في ال عندنا مش عندنا عندنا صح عندنا في الشغل اللي انا فيه حاجة زي مكافأة خدمة كده، بياخدوا كل شهر من المرتب 5% وبيحطوا عليه 5%. ده صندوق الزمالة أو غيره؟ بس بتسترد المبلغ في أي وقت أنت عايز يعني. إذا استرددت المبلغ، شوف يا شيخ، هل الشركة تعطيكم مبلغا أو تعطي مبلغا نيابة عنكم إضافة إلى مبلغكم؟ يعني هم بياخدوا من مرتبنا الشهري 5% وبيحطوا عليه 5%. يعني في 10% بعد كده شركة التأمين نفسها تسمر المال بالربا، تضع لكم شيء آخر؟ لا، يعني 5% هو أصلا يعني اللي أنا أعرفه إن ما فيش شركة تأمين في النص، هو مجرد بس إن هم بياخدوا كل شهر مننا زي مثلا بيحوشوا 5. ما هو إذا كان تحويش فقط أنت تدفع 5 والشركة تفضلا منها تدفع لك 5، جاز لك أن تأخذ هذا وذاك. لكن إذا أنت تدفع 5 والشركة تدفع 5 وشركة التأمين تأخذها وتضعها في البنوك وتزود لك 5 أو 10، الزيادة غلط. يعني الفيصل هنا هل ده من الشركة ولا من شركة التأمين؟ الله يسلمك، أحسنت. تمام، شكرا جدا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نعم. زادك الله علما شيخنا. وياك. زادك الله علما ونفع بك. وياكم. ادعوا لي يا شيخنا انا واخي عبد الرحمن بالزوجة الصالحة. الله يرزقك زوجة صالحة يا رب والسامعين والسامعات. اللهم امين يا رب العالمين. الله يرزقك. شيخنا كنت اريد منك طلب بس. اتفضل. في ناس كتير في الأسئلة، مش شرط في لقاء الفتاوي حتى في الخارج، بيتنطعوا في الأسئلة. صح، صحيح، لا يستسلمون للنصوص. صحيح، صدقت. بس كنت أريد من عندك محاضرة، يعني ربنا يقول في كتابه العزيز إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني العنوان يكون بإذن الله إن شاء الله. وأشكرك بعد شكري لله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أحمد ابن عصفور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. والله أنا أتشرف بك يا شيخ مصطفى وأحب أني أحبك في الله. والله أحبك الله الذي أحبتنا فيه. بارك الله فيك. الله يسلمك يا شيخ. والله انا لسه قارئ فتحه من 3 4 اسابيع وشفت خطبت 3 مرات. طبعا هنخطب مثلا من اللبس ده بعد 3 4 شهور. انا عاوز اشوفها ثاني، هل يجوز ولا لا يجوز؟ نسيتها يعني ولا ايه؟ ايه؟ نسيت شكلها. نسيت شكلها. ممكن تشوفها ثاني. ممكن اشوفها كم مره بعد اذنك يا شيخ؟ عشان ما فيش اعداد، ما فيش نص باعداد فيها. ايه؟ ليس عندنا نص يبين عدد المرات التي يرى فيها الخاطب مخطوبته، إنما إذا رأيتها واستقرت في نفسك عادت. هي امرأة أجنبية ما زالت، فكثرة المراجعات لها أخشى أن تولد فسادا. تمام إن شاء الله. لو أمنت الفتنة فيش أي مشكلة. أقول لك يعني، وأنت شاب يكري فيك ما يجري في الرجال ولا لا؟
27 سنة. طيب يعني قوي. وهي في لا والله أنا أصلي إيمان بالناس والحمد لله عمي رأي. أي إيمان بالناس يعني إيمان بالناس يعني من غير يقول ربا من الرجال إيمان بالناس وله شهوة تجري فيه، وهي فتاة في رعان شبابها وعنفوان الشباب لها شهوة أيضا، فنخشى أن تتجاوز الحدود في الكلام بكثرة اللقاءات، وخاصة اعقد وتزوج وتكلم كيف شئت معها. تكلم ماشي، بس لو برضو لو شفتها مش أي مشكلة، مثلا كل شهر مثلا أشوفها مرة مش أي مشكلة. مش لا بالنسبة للمكالمات يا شيخ مصطفى خليك محترم في المكالمات، ما في خليك في الكلمان برضو محترم مؤدب لأنها امرأة أجنبية. تمام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله في نعم والله من الله، الحمد لله. أسألك عن صحيح الحديث بس. اتفضل. قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير. حديث حذيفة بن اليمان صحيح. يا شيخ الحد من أول إيه يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي إلى آخر الحديث. طيب. صحيح الحديث إيه يا شيخ؟ صحيح في البخاري. طب يا شيخ ما معناها يا شيخ؟ مرحبا شيخ عبيد. معناه أن في خير وآتي بعد الخير شر وبعد الشر خير، وفيه دخن دخن يعني فيه لبس مش واضح الوضوح الكافي، وفي يعني فتن وفي معاصي يعني، بس هذا المعنى إجمالا، تفصيلا له وقت آخر. طب النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ وصى كيف أصنع يا رسول الله؟ أي اعتزل تلك الفرق، فرق اللي أنا أدركت ذلك. قال إيه؟ اعتزل تلك الفرق يعني إيه مشان لا تدخل في فتنة، فتنة مسلم يحارب مسلم، لا تدخل في فتن، في دعاوى جاهلية لا تعرف لماذا يفعل الفاعل فعله. بارك الله فيك. ما بشرنا هو تكمل الحديث ده مش عارف رواية ثانية ولا إيه؟ إن أدركت ذلك فقال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك. لا لا حديث آخر، ولفظة إن ضرب ظهرك أخذ مالك لا تثبت. لا تثبت؟ معلولة هذه اللفظة. نعم نعم. فاسمع وأطع برضو معلولة؟ لا اسمع وأطع في الخير ثبتة كالسمع والطاعة في المعروف. نعم نعم يا شيخ. لأن في أحاديث أخر، في أحاديث أخر في الباب. حلم أخر... عندنا الأمر بالسمع والطاعة ما لم تؤمر بمعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني تنازعنا مع الحكام أو الأمراء في شيء نرد هذا الشيء إلى الله والرسول. نعم. بعد كده ما فيش تنازع، تطيع في المعروف لأن الرسول قال إنما الطاعة في المعروف. نعم نعم. إنما الطاعة في المعروف، فهم الكلام. هو هل صحيح والله أعلم إن الكلام على الحكام حرام؟ لا مو كلام، لا بد من تفصيل في هذه المسألة، لأن الرسول أيضا قال في حديثه الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. نعم. ولأئمة المسلمين وعامتهم، فيجب أن ننصح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا في حديث حذيفة الذي يتناساه كثيرون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارات السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يأتون من بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. ففي عدة أحاديث في الموضوع، عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة، لكن السمع والطاعة في المعروف. يا شيخ يعني هل يجوز الكلام على كلام للآخر بس السمع والطاعة يكون فيه في المعروف. في المعروف أمرك بمعروف أسمع وأطع. وجاء رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله بعض المسائل، وثم قال له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا، فأنصت عبد الله بن عمرو وقال كلمة أطيعه في طاعة الله وأعصيه إذا أمرك بمعصية الله. باختصار. نعم فهمت فهمت يا شيخ. يعني حكم التكلم عن مساوئهم في العامة وعلى الملأ.
ما هو إذا أنت تتكلم في مساوئهم في فائدة من وراء هذا الكلام، لا يجدي كلام، لا يجدي فقط، لا يجدي خلاص. الذين هم اللغو موردون، نعم نعم، الذين هم اللغو موردون، إذا كان كلام لا يجدي بما فائدته؟ نعم نعم يا شيخ، الله يبارك فيك يا شيخ. ها، هو الأفضل الواحد يدعو لولي الأمر ولا يدعو عليه ولا كله وارد. إن رأيته، إن رأيته يحتاج إلى دعاء ولا توفيق، ادعو الله له بالتوفيق وأن يسدده الله سبحانه وأن يصلحه ويصلح به. لكن رأيته ظالما جبارا في الأرض كالحجاج بن يوسف الثقفي مثلا، قتال للعلماء، قد يعني يهين أصحاب رسول الله، لا، في الحال دي الله ما أخذه. نعم نعم، هو الرسول عليه السلام دعا أحيانا بالهداية لأقوام، اللهم أنجي، دعا بالهداية لأقوام كفار، اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك. نعم، قيل نعم يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نعم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، وهم كانوا كفارا. وأم هريرة سبت رسول الله، جاء الرسول قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. وأيضا موسى قال عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم فتدعو، إذا يحتاج الأمر إلى دعاء، وإذا تفشى الظلم وانتشر الظلم يجوز أن تدعو على الظالم أن يذهبه الله، ويبتعد عن الملأ. حيث توجد فتنة ابتعد عن الفتنة، هتجيب فتنة ابتعد عن الفتنة. فهمت كلامي؟ تمام. لا تثير فتنة في الناس، لا تثير فتنة في الناس أبدا. الله يبارك فيك، ربنا يسلم إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل سيدنا الحبيب. اتفضل، كيف حاله؟ حالي من فضل الله في خير، نتقلب في نعم الله. والله يا أخي الحمد لله، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين. إحنا من طلبة العلم اللي بنتعلم منك سيدنا الشيخ مصطفى، الله يغفر لنا ولك وصلحنا وياك، سمعنا سمعك. أريد أن أسألك عن هل يجوز الإفتاء بالقول في الطلاق المعلق على شرط أنه لا يشترط السؤال عن النية؟ يجوز، هذا قول، يعني يجوز يا سيدنا، هذا قول وارد، هذا قول وارد للعلماء. أنت تعرف أصلا؟ نعم نعم، لأن أنا كنت بذكر وحضرتك الموضوع ده، فيعني القول ده ما كنتش منتبه ليه جيد. يعني هو أصل فيه عفوا أحيانا نبني على غالب الأحوال، يعني غالب أحوال المصريين، نعم، أنهم يعلقون الطلاق للتهديد. نعم، إن خرجت من البيت تكون طالق، هو لا يقصد الطلاق، هذا غالب حال المصريين. فإذا بنينا على الغالب لنا وجه. بارك الله فيك يا فضل الشيخ مصطفى الجهدي، جزاك الله خير يا أخي ياسر عاصم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا شيخ. شيخنا طلب بس يا ريت لو حضرتك تقول لعبد الرحمن العدوي يبص على رسالتي على الماسنجر، بعت له طلب كده يا ريت بس يبص عليها، بس عايز حضرتك ان شاء الله. وكان ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب. الله اسمح لي جمال، جزاك الله خير. حاضر حاضر، احمد جلال يا حسن، بلغ عبد الرحمن ذلك. جزاك الله خير، الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله انا بخير، الله يكرمك. طيب طلعت حضرتك كنت عايز اسالك بالنسبه للصلوات الفائته. نعم، لو انا الصلوات الفائته، الصلوات الفائته، لو انا كنت في المسجد الحرام ففضل الصلاه في المسجد الحرام واستخدمت ميزه الصلاه في المسجد الحرام في قضاء الصلوات الفائته، هل تجزي ولا لا تجزي؟ يعني انت فاتتك الصلوات وتريد تذهب للحرم تصلي صلاة واحدة بمئة ألف صلاة حتى تغطي صلاة الفائدة يعني ولا ايه؟ يعني لو افترضنا لا 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 يحصل هذا،
وإلا كانت الدنيا يعني. لا 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 لا, لا. أخوكم يسأل أهل الإسلام. نعم, هي قيمة الفرض وليس في عدد المرات. طيب ماشي خلاص. لا أنا بس حضرتك, أنا ما أنا أقول لك الآن, لا يصلح لا يصلح أن تترك الصلاة سنة وتقول أنا تركت الصلاة آلاف المرات خلال السنة, أصلي صلاة واحدة في الحرم تجزئ, لا يصلح هذا. لا أنا بنقصد إن أنا مثلا وأنا صغير مثلا ولا حاجة ربما تكون فاتتني. تعيد الصلوات, تعيدها واحدة واحدة. طيب ماشي يا سلام. الله يسلمك, شكرا محمود زكي, أرشدت أخاك المستشار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك لا تتمارض. السلام عليكم ورحمة الله, سمعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل. حبيت نسألك يا شيخ في موضوع في زرع الأعضاء. هي. عندي ابني تولد عند إعاقة في الكبد. الله يعافيه من عنده. الحمد لله عمل يعني زرع والحمد لله طب معناتها لباس في نعم الحمد لله رب العالمين. الله يعافيه تمام. يجوز ولا ما يجوز معناتها الزرع؟ يجوز ما لم يجوز, يعني كبده تالف ويريدون ان ياتونه بكبد نشط يعافى, من اعافى كان معها الناس جميعا, ويبقى النظر الى المتبرع ان كان هذا التبرع يضره, لا إن كان لا يضره إلا شيئا يسيرا جاز. مرحبا يا شيخ وائل ابن محمد, لكن ما أدري هذه الصورة التي تضعها لنفسك, يا صورتي يا وائل, أنا في هذا الصورة كده يعني مش صورة, يعني ليست بالصورة الطيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله فيك شيخ إيهاب, تفضل يا حبيبي. كيفك شيخنا؟ الحمد لله طيب من فضل الله. والله من فضلك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان لي صديق مدرس وفي كتاب خارجي المفروض إن هو سعره غالي شوية, يعني حوالي 320 جنيه. هو كان ياخد الكتاب ده ويطبعه بسعر التكلفة حوالي 60% للطلبة اللي بيديهم عشان يوفر عليهم من ثمن الكتاب. هل ده يجوز؟ بارك الله فيك. يعني هو يصور الكتاب الخارجي ولا ايه؟ ولا هو عامل كتاب؟ كتاب خارجي. كتاب خارجي بس هو سعره من بره 320 جنيه. هو يصور عشان يوفر عليهم من ثمن الكتاب حوالي 40%. طب هو يصوره ليه؟ ما تخلي كل واحد يصور نفسه وهو يبتعد عن القصه. اللي يحب يصور يصور, اللي ما يصورش لا يصور لا يصور ولا يتحمل شيئا. طيب تمام. الله يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. بارك الله فيك يا شيخ وائل, سلمك الله يا شيخ ويس منصور, سلمك الله من السوء المكروه. السلام عليكم. بارك الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى, تفضل. لو تقربنا رأي زوجاتكم فيما أثير حول الإمام النووي في الفترة الماضية. أنا ما أدري ما الذي أثير حول الإمام النووي في الفترة الماضية. حدث اختلاف ومناظرة بين الشيخ حسن حسني والشيخ محمد بن شمس الدين, وقال الشيخ محمد بن شمس الدين انه من المبتدعة لموافقته الاشاعره, والاشاعره فرقه مبتدعه على هذا القياس. لا, اذا سالتني بغض النظر عن هذه المناظره فنحن نقول دائما الانصاف مطلب. الامام النووي غفر الله له وافق الاشاعره في عدد من المسائل, ليس في كل المسائل, هذا الذي اقوله مختصرا. ولذلك نحن ننصح في كتاب شرح مسلم النووي نلفت النظر إلى أمرين لمن يريد القراءة في شرح النووي لصحيح مسلم. نلفت النظر, طبعا الكتاب شرحه لمسلم شرح طيب ومختصر ونافع في الفقهيات وبعض بياني بيان مع الكلمات, لكن ننوه على أمرين: اتقاء الصفات, كلامه في الصفات كن على حذر منه, وفي التصوفات, في الصفات وفي التصوفات. وإلا فهو وافق الأشاعرة في مسائل وخالفهم في مسائل اختصارا. وافقهم وافقهم في عدة مسائل,
وخالفهم في مسائل. بقول لك أنا وأنت تقرأ شرح مسلم للنووي هذا الذي يعنيني الآن بغض النظر عن المناظرة التي دارت بين الأخوين ما أدري ما فيها، لكن أقول لك إذا قرأت في مسلم كن على حذر من كلامه في الصفات وفي التصوفات، في الصفات وفي التصوفات، كبعض أنواع التبرك، كبعض أنواع نعم. شكرا، جزاك الله خير. سلمى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. أخ يريد أن يتزوج بزوجة ثانية، وسأل أحد الإخوة فدلوا على امرأة يعني ولكن لا تلت، ده القول الذي قال لهم، هل يجوز السؤال، هل يجوز أن يتزوج بامرأة لا تلت عقيم؟ هو على حسب حاله، يعني الزواج بها جائز، لكن وصية رسول الله تزوجوا الودود الولود، لكن قد تكون هناك قرينة تحمله على الزواج بغير الولود لعلة خاصة، فهو أدرى بعلته الخاصة، لكن في التقييد العام نحرص على الزواج بالودود الولود لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. الله يكرمك، بارك الله فيك يا سلمى الجبسي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على كل حال. من أنا اتصلت بحضرتك من يومين فانقطع الخط فآسف يعني. اتفضل، ما سؤالك؟ جمعت يعني في كتاب الجامع الصغير كما قلت سابقا أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة، الأحاديث الضعيفة ذكرتها فنفيتها بالأحاديث الصحيحة. يعني أنت تقول عملك أنك عمدت إلى كتاب الجامع الصحيح أو عفوا تقول إيه؟ كتاب إيه؟ جبت يعني أتيت بحديث ضعيف يعني أتيت بحديث ضعيف وبشواهدها القوية. تماما مولانا، هذا شيء حسن، ما في مشكلة، بس ننظر، اذكر مثالا. يعني مولانا في حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. أيوة، هذا ضعيف جدا. عبد الله بن عمر، بل وحكم عليه بالوضع. تقول من زار قبري وجبت له شفاعتي، من ناحية الإسناد حديث تالف الإسناد جدا. ما الشاهد الصحيح الذي أتيت له به؟ الشاهد مولانا من زار قبري في المدينة، من زارني في المدينة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ما في حديث كده بلندة، فين هذا الحديث؟ أين هذا الحديث من زارني في المدينة كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة؟ من أخرجه؟ أنس. أنس من أخرجه، ليس من صحابيه، في فارق بين من صحابي الحديث ومن أخرج الحديث، البخاري، مسلم، أحمد، من أخرجه؟ أين هو؟ معك مولانا، أين هو الحديث الذي ذكرته؟ في أي كتاب هو؟ ثواني مولانا آسف، أنا أنصحك ألا تخض غمار هذا العلم إلا إذا أتقنت تعلم الحديث. تمام، نصيحة لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبار حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا طيب، الحمد لله. بنحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤالين بس مش هطول على حضرتك. أما السؤال الأول فما حكم الحدث مثلا على الآخرين في الإيجابيات مش في السلبيات؟ يعني عفوا ما حكم ماذا؟ بمدح شخص في غير وجوده بس بمدح مش بسوء، هل ده جائز ولا لا؟ تمدح شخصا في غيابه يعني إطراء زائد أو بما يعني تعلم فيه من خير ولا علة؟ مش زائد، يعني فيما يوافقه فعلا، يعني هو بيعمل مثلا حاجات كويسة قدامي أنصفه يعني في الكلام. يعني إيه؟ أحيانا بيبقى في أشخاص مثلا بيسيئوا لشخص معين فأنا برد غيبته وبذكر الإيجابيات بتاعته. والله تشكر على هذا. طيب السؤال الثاني، في واحد نصراني بيشكك في المسلمين في دينهم فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا عفوا لا تثير الشبه هنا،
لا تثير هنا شبهة. أنا عايز أرد عليه بس. لا ما ترد عليه بالهاتف الخاص، ما نحب الشبهة تثار على المسلمين من خلال صفحة. طبعا أسأل بس على صحة الرواية اللي هو قالها. لا ما تسألنيش أيضا، لا أحب أن تنشر شيئا يسيء إلى رسولنا وإن رضدنا عليه. لا هي مش هي رواية بس عن القرآن. على الحديث شوف يا أخي كلمنا على الخاص. حاضر. لا نريد تشويشا على هذه الصفحة. يا بشر قوي وحفظك الله. ماشي يا عمرو دكتور عمرو، حديث تالف الذي ذكره الأخ. أنا قلت لا ليس من أهل الحديث، لم تكن عنده فكرة عن من أخرجه فمش هيقدر يكمل أبدا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ولله الحمد، الحمد لله في نعم من الله. أحبك في الأحب لا تسأل الله أن يعيننا وإياك على ذكر وشكر وحسن عبادتك ويعين السامعين. اللهم أمين. يعني العابدون الحامدون. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل اسأل. حكم قول وولت ربنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. والله يا أخي إن سألتني هل أثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول لم يؤثر هذا عن النبي فيما علمت، لكن عندنا ما هو أفضل؟ وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت. وعندنا اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ثلاث فقرات عن رسول الله وفقرة زادها سفيان. نعم طيلة شماتة الأعداء. نعم سؤال ثاني يا مولانا صراحة. سل هو بعد خاص بزكاة المال وكده. اتفضل. دلوقتي انا عايش مع والدتي، والدي متوفي وعايشين يعني لوحده، واخويا بيعمل في الخارج يعني. انا طالب في الجامعة واعمل في الاجازة، انا حاليا في الاجازة واعمل بجانب الايه بجانب الدراسة وكده. يعني انت قوي مكتسب. نعم ولكن يعني ليس أي عمل دائم، مؤقت كده لحد الدراسة. يعني أنت تريد أن تأخذ زكاة مال أخيك منه؟ لا دلوقتي والدتي هي التي تنفق علي، وعندها يعني كانت محوشة جزء من المال وبلغ النصاب وتريد أن تخرج علي الزكاة. لا تخرجها هل... لك أنت حالتك قوي شاب وتستطيع الاكتساب. لا تخرج لي يعني. نعم أنت شاب قوي وتستطيع الاكتساب. انا اسال عن سؤال، يعني انا اسال هل يجوز ان هي تخرج زكاة المال لايه يعني؟ انا قلت لك لا تخرجها لك. لا 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 استطيع ان اخذ جزءا من هذا الزكاة. خليك كده رجل محترم يا اخي. لا تاخذ زكاة المال، انت لست من اهلها، انت قوي مكتسب. ماشي يا مولانا، بارك الله فيك يا مولانا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. معلش عايز تصور على حاجة. دلوقتي احنا بنات بس ما عندناش اخ ولد، تمام؟ والدتي اشترت لينا شقة في محافظة تانية غير محافظتنا، يعني طيب سافر ليها. واحنا دفعنا معاها جزء في الشقة دي، يعني انا واخواتي دفعنا معاها جزء. طيب. واصلا الشقة دي يعني اشترت بفلوس جزء من ورث والدي وجزء تاني من فلوسها هي يعني معاشها وكده. طيب. واحنا في الشقه دي بنجهزها انا واخواتي، يعني كل واحده فينا تدفع حاجه ونجيب جهاز ونجيب حاجه كده. طيب. فهل حرام لو اتكتبت باسمنا علما بان في شقه لوالدتي باسمها وفي ورثها في شقه والدي؟ يعني انت تقولي راس مال هذه الشقه جزء من ميراثي كنا من ابي كن. هي فلوس والدي كان يعني باع ارضه وسايبها مع امي. ايوه يعني جزء من ارث كنا من الاب. جزء من ميراث كنا من الاب، صح؟ اسمع الكلام. تمام. وجزء من كنا يا بنات. تمام. وجزء من امك. بالضبط. وامك لها شقة اخرى. وانت واخواتك تأتون باشياء ثلاجة غسالة أشياء مثل هذه وتضعونها في الشقة. بالضبط. أمك دفعت السواد الأعظم للشقة ولا جزء منها؟ لا السواد الأعظم يعتبر. يعني دفع كم تقريبا في المية؟ يعني ممكن التلت مثلا أو أكتر. التلت أو أكتر. وعندها شقق أخرى. بالضبط. في شقة باسمها. عندها شقة أخرى.
لا بأس في هذه الحال أن تتبرع الأم بثلث قيمة الشقة لبناتها يعني في حياتها الدنيا، عليها ولا علينا؟ لا إن شاء الله، يعني وأم ساعدت بناتها في شراء شقة، ساعدت بناتها بثلث ثمن الشقة، شقة بمئة ألف دفعت الأم 40,000 لبناتها وهي حية، وعندها شقة أخرى خاصة بها لا مانع. شكرا جدا لحضرتك، الله يبارك فيك، حفظك الله يا حمودة ابن يحيى. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الشيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن أسأل سؤال؟ ممكن إن شاء الله. هي إيه الأرض يا شيخ اللي لا يدخلها المسيح الدجال؟ ها؟ الأرض التي لا يدخلها المسيح الدجال. مكة والمدينة. مكة والمدينة. شكرا يا شيخ. طب يا شيخ معلش سؤال كمان. نعم. سؤال آخر مش كمان. كمان إيه ما معنى كمان؟ سؤال آخر يا شيخ. ماشي. تفضل يا حبيبي. لو واحد مثلا نذر وقال مثلا لو ابني نجح أنا هذبح خروف ب5,000 جنيه وحدد كده يعني. أيوه. لما ابنه نجح مفيش مثلا خروف ب5,000 جنيه والموضوع غالي يعني. هو ما عندوش استطاعة انه يكتر فيعمل ايه؟ ها؟ لو هو ما عندوش استطاعة انه يحط فلوس كمان يعني عشان يجيب الخروف، فهو في خروف ب5,000 جنيه، في خروف صغير ويربيه مثلا؟ يجيب خروف ب5,000 جنيه ويذبحه، ما فيش مانع من ذبح الصغير. ايوه. طب يا شيخ مثلا لو مؤسسة خيرية مثلا قالت له احنا نشترك معاك نزود عليك فلوس ونعمل، عادي ولا هو لا 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 حاجة لوحدة؟ اللي هو نظر واحدة ما ينفعش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب ولله الحمد. عليك حبك السلام. عبد الله بن مصطفى الدياستي، سلم على الوالد. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا دلوقتي مهندس صوت بس بيشغل عفوا معروف يعني عفوا مهندس صوت. هذا السؤال. انا بقول لك انا مهندس صوت. مهندس صوت. فمش شغال مش معروف يعني، فكنت بوزع اغاني وكده واعتزلت الشغلانه، فبعمل شروحات على اليوتيوب، ففي بعمل شروحات على القران الكريم يعني والاناشيد الاسلاميه. طيب. ففي ناس بتطلب مني ان انا اعلمها عشان تعمل اغاني، تسجل اغاني وكده، وفي برامج عندي اللي بتنشئ الحاجات دي. يعني اسالك سؤالا، واحد قال لك علمه كيف يفسق، تعلمه؟ لا طبعا. خلاص الله يحفظك. اقسم بالله لو علمته انت واضح وانت اللي اجابت نفسك. واحد قال لك تعالى علمنا، تعالى علمه الفسق، تعلمه؟ لا طبعا. لا الله يكرمك. طب اسف قطعت محمد سيد، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ. اتفضل. لو عايز اشتري سلعة بالتقسيط اشتريها من متجر الكتروني. نعم. لو عايز اشتري سلعة بالتقسيط من متجر الكتروني، واللي هيسد القيمة بتاعت السلعة دي شركة يعني هتسدها، وانا هتطلع فايدة 2.5%. لا يجوز ربا. تمام جزاكم الله. الله يكرمك. الله يعافيك دكتور حمدي الليثي حمدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. أنا بحبك بالله يا شيخ، ربنا يحفظكم ويحفظك رب. مسألة بسيطة يا شيخ. تفضل. أنا معلم قرآن منتمي لجمعية، الجمعية دي في مجمع كبير بيعطي رواتب لهذه الجمعيات. خلاص يعني أنا في حلقة، والحلقة دي بيأتيها الرواتب منين؟ من جمعية كبيرة جدا في المملكة يا شيخ، لكني ما بروحش الحلقة دي أدي لي شهر، ثم نزل لي الراتب. نزل لي الراتب على إيه؟ على الصراف. فالجمعية اللي أنا منتمي ليها، الحلقة اللي أنا منتمي ليها، قالت لي لا هات الراتب عشان نوزعه على إيه؟ على بعض المعلمين عندهم نقص. طيب. رواتب يعني. طيب. فهمت إزاي؟ فالراتب مش نازل من عندهم، نازل من المجمع الكبير اللي هو بيوزع على الحلقات. هل تستطيع رده إلى المجمع الكبير؟ نعم. رده المجمع الكبير. حاضر. يعني ما ادلوش للحلقة اللي أنا شغال فيها، ادلوش المجمع الكبير نفسه. عفوا، هل هذه الحلقة القائمون عليها
أتوا ببديل لك يدرس مكانك؟ لا، هو حتى لو أتى ببديل بيسجله برقم الهوية أو الإقامة بتاعته وبينزل له راتب برضه. إذا كان كده برد رد للأصل الذي أرسل لك المال. طيب اسمع حجة الحلقة. نعم. حجة الحلقة بتقول لي إيه؟ بتقول لي الدين الراتب وأنا هوزعه لبعض المعلمين اللي عندهم نواقص، يعني مثلا. لا عفوا، مالكش دخل أنت، لا تتوه نفسك في متاهة. أنا قلت لك شيئا، إذا كانت هذه الإدارة في حال تغيبك توظف آخرين ولا تجد لهم راتبا، فسنقول في الحالة هذه خذ، يأخذون راتبك ويزعون على الذي أتى مكانك. لكن أيوة. أنت تقول الذي سيأتي مكاني أيضا سيأخذ مالا بناء على الإقامة، فقل لك رد المبلغ لأصحابه الأصليين. السلام عليكم. يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. اسالك الدعاء لي، اعمل عمليه حسن. يقول البث توقف. الو. نعم. يا شيخ مصطفى، اطلب منك الدعاء. الله يعافيك من عنده يا رب. واطلب منك تدعي لاولادي يتم حفظ القران الكريم. يا رب يا رب يا زي حضرتك يا رب ان شاء الله يا رب. الله يحفظهم لك يا رب، يبارك فيهم. وتدعي لزوجي بالصلاح كده، ويرزق ربنا برزقنا ان شاء الله. يا رب يوسع علينا وعليكم. الله يطول لنا في عمرك يا رب، يبارك لنا في عمرك يا رب، صحتك. السلام عليكم. يا البث توقف يا حسن. شغال؟ مال ايمن ابن فتح يقول البث تقطع، لماذا؟ هو غيره. السلام على المسجات. خديجه تقول كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت، دلوقتي انا مثلا لو في مكان تاني وما كانش معايا فلوس، كنت محتاج فلوس، فكلمت واحد بتاع فوري قلت له حول لي على فودافون كاش، ولا هياخد الفلوس مع زياده على زياده قيمه التحويل المعهوده ولا لا؟ بياخد زياده 5 جنيه على، بس هي الفلوس اللي واخدها دي مقابل الخدمه. ايوه، يعني هو اجره التحويل ثابتة أو يزيدونها؟ هو على حسب، يعني مثلا وليكن 1000 جنيه على 5 جنيه مثلا. طيب، بيزود عليها نتيجة التأخير؟ نتيجة التحويل، يعني مثلا هو نتيجة التحويل خلاص متفقين عليها، يجوز أن يأخذ الشخص مبلغا من المال نتيجة التحويل، لكن في حال ما إذا كنت ستسدد متأخرا هيزود على هذا المال أم لا؟ ما هو انا هسدد بعد ما ارجع، بعد ما قبله بقى هدي له ال1000 جنيه مثلا ومعاه ال5 جنيه زياده بتاعت. ايوه، يعني مش هيزود على الخمسه. لا مش هيزود على الخمسه، هي نفس الخمسه. لا باس، خلاص. شوف، بارك الله فيك يا فهر البحث العلمي. اظن فهر الشيخ جهاد ولا غيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. معلش يا شيخ، كان في بس سؤال صغير. انا كان وزني زايد من فتره، يعني كنت بلعب رياضه كده وريحت مره واحده فوزني زايد، فرحت كشفت عند دكتور فقال لي انت لازم تمشي على نظام اكل معين ورياضه وكلام من ده. فانا انا عرفت اهلي بالموضوع ده، فهم بيقولوا لا انت كل زينا عادي، احنا بناكل زيك اهو، ما بيحصلناش حاجه. وانا خايف الموضوع، انا عندي دهون على الكبد، فخايف الموضوع يتطور مني يعني. فانا قلت له، يعني كدبت عليهم قلت لهم انا عندي امراض في القلب وكده، لو ما خسيتش والموضوع هيتطور، هل ده في حاجه يعني؟ الكذب في حاجات طبعا. يعني الان انت تتدرب تدريبات معينه تحتاج اكل معين. عشان نظام اكل يعني غذائي عشان اخس يعني، والدهون اللي على الكبد دي تروح والامراض دي. وهم فقراء اهلك. مش على كده، هم مش القصه. هو الاكل بسيط، الاكل مش مكلف، ولكن هم يعني هو اكل صحي، فهم يعني بيقول لك لا انت بتاكل زينا عادي، ده كلام مش يعني مش مقتنعين بالكلام، بيقول لك لا ده كلام عادي، احنا بناكل زيك اهو، ما حصلناش حاجه. لا، كلام الطبيب اوكد، ما دام ما فيش غرامات عليهم اتبع كلام الطبيب. يعني طب انا كبرت الموضوع، قلت لهم ده انا عندي مشاكل، بحيث ان هم يهتموا اكتر ويحاولوا يجهزوا لي مثلا الاكل المطلوب او كده. ما استطيع ان اجوز لك الكذب في هذا المقام.
بارك الله فيك. عبد الواحد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا. وحياك وبارك فيك شيخنا. ما رأيكم في من يضرب الأطفال في تعليم القرآن ضربا غير مبرح؟ والله الأولى اتقاء ذلك. الأولى ماذا؟ اتقاء ذلك، إلا الطفل المشاغب المفسد. لكن طالب قصر لضعف فهمه لا يضرب. سامعين. السلام. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل يا ربنا أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم أخلص أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وأسكننا الفردوس يا كريم يا منان. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.